تفضل معك ضيف. داليا، حتى لن نطيل على الضيف لان عمليه التصويت انطلقت ستذهب الى التصويت. معنا الاستاذ رضا الدلاعي وهو نائب عن حزب حركه الشعب. استاذ رضا، لو نطالع المشاهد العربي خصوصا الذي لا يفهم هذه الامور الاجرائيه، لماذا هناك حرص على ان تبقى هذه الجلسه جلسه سريه؟ وما الذي حدث من تجاذبات لو تطالعنا بالاسباب؟ هو بطبيعه النظام الداخلي التصويت يكون سريا أخذا بعين الاعتبار توازي الأشكال، على اعتبار أن رئيس المجلس ونائبيه تم تصويت منح الثقة لهم بالتصويت السري. هذا على المستوى الإجرائي، على المستوى السياسي هل هناك رمزية؟ نعم، يعني ربما اليوم افتعال الحديث على التفاصيل والجزئيات التي نعتبرها ثانوية مقارنة بالحدث السياسي المهم في تونس، نعتبر يعبر على ارتباك حركة النهضة وحليفها ائتلاف الكرامة، باعتبار هي تلمس توجه عارم وواسع لمعظم الكتل في هذا المجلس لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي، يعني نتيجة تقييم مشترك لهذه الكتل لسوء إدارة المجلس وإسقاط هذا المرفق الأساسي والعمومي والتشريعي في تجاذبات وفي ربما في أزمة، ونظرا لهذا التشخيص المشترك لما آلت إليه الأوضاع في مجلس نواب الشعب نتيجة عدم قدرة رئيس المجلس على إدارته وإغلاقها ربما في تعيينات يعني سياسية خاصة في ديوانه، ومحاولة يعني الخروج عن دور الخلط بين دوره كرئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب واتخاذه لمواقف سياسية تخص حركة النهضة خاصة فيما يجري في ليبيا، لقاءه بأردوغان وجملة من المواقف السياسية التي مفروض تصدر عن رئيس الجمهورية وتعبر عن رؤية وطنية، فرئيس المجلس يعني تصرف وخلط بين رئاسته للنهضة ورئاسته مجلس نواب الشعب، وبالتالي بات من الضروري تحرير مجلس نواب الشعب من هذه الرئاسة التي أضرت به وأضرت بسمعته وأدخلته ربما في مجال تجاذب وإرباك. طيب أستاذ رضا، هو التصويت سري أكيد، يعني التصويت سري، ولكن أنتم كتلة وازنة في البرلمان وأنتم كنتم من الأصوات الأعلى لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لو تطلعنا ربما برقم معين، هل لديكم تأكيدات؟ هل لديكم رقم معين الآن لعدد النواب؟ هل سيتجاوزون 109؟ هو أكيد احنا في حركة الشعب والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح ويعني كتلة تحيا تونس، يعني قبل أن نمضي على سحب الثقة كنا متأكدين من التشخيص المشترك لمجمل الكتل لواقع مجلس نواب الشعب والدور السلبي الذي أداه رئيس مجلس نواب الشعب. ثم احنا خذنا في الفترة الأخيرة في الأيام الأخيرة حوارات معمقة وجادة مع مختلف الكتل، كانت حوارات مع قلب تونس مثلا، مع قلب تونس، مع كتلة الوطنية، وانتهينا إلى اتفاق مبدئي نعتقد أنه سيترجم اليوم بسحب الثقة من الرئيس، ونعتقد أن اليوم هو يوم ربما تاريخي في ديمقراطية في تونس، وسنصل نفوق نتجاوز عتبة 109 وسيقع سحب الثقة من رئيس المجلس، وربما ارتباك هذا الصباح يدل على استشعار الطرف المقابل لهذا الاتجاه للنواب. ربما هو سؤال سابق لأوانه، ولكن أود الإجابة عنها باقتضاب شديد. أنتم قلتم أنكم فتحتم قنوات حوار مع حزب قلب تونس، هل من المرجح أن يشارك حزب قلب تونس في الحكومة المقبلة، في حكومة الرئيس اثنان كما يطلق عليها؟ هو إلى حد الآن ما زال توجه رئيس الحكومة في اختيار في تحديد طبيعة الحكومة ومكوناتها لم يتضح إلى الآن، باعتبار أنه اكتفى باللقاء بالمنظمات ولم يلتقي إلى الآن بالأحزاب، وبعيد العيد مباشرة سيتم لقاء بالأحزاب. احنا في حركة الشعب نعتقد أن هذه الحكومة لا يجب أن تكون يعني جامعة بين كفاءات وطنية وكفاءات حزبية حتى نضمن الحزام السياسي لهذه الحكومة في ظل هذه الصعوبات الاقتصادية والمالية وما ينتظر الحكومة من إصلاحات. سنعمق النقاش لاحقا أكيد في الأيام المقبلة حول المسار الحكومي. نتركك الآن أستاذ، وشكرا جزيلا. نترك القيام بواجب التصويت. شكرا جزيلا. إذا داليا، كما استمعنا الآن يعني هناك تأكيد من حزب حركة الشعب وهو حزب مؤثر وحزب وازن فيما
يتعلق بمشاورات الحكومة، هو يؤكد أنه فتح قنوات تواصل مع حزب قلب تونس لإسقاط الثقة، لسحب الثقة من رئيس البرلمان. وهذا في الحقيقة هناك مرونة أيضا في التعاطي ما بين حزب حركة الشعب وبقية الأحزاب الأخرى التي كانت ترفض قطعيا النقاش مع حزب قلب تونس. هنا تأكيد من قيادي في كتلة حزب حركة الشعب يقول أنه فتحوا قنوات تواصل ولا يستبعد من خلال كلامه لا يستبعد أن يشارك حزب قلب تونس في الحكومة المقبلة، وبالتالي بدأت تتضح الصورة. ولكن 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 ننتظر ما ستكشف عنه الصناديق أو صندوق التصويت. بدأ يعني من الصور بلال يعني